السلام عليكم، تحية للجميع. هذه ماشي الدعوة الأولى، هذه الخامسة، وأنا سعيد بلقائي بجمهور السلاوي والرباطي والمغربي بصفة عامة. أنا فرحان دائما لأن مهرجان موازين ماشي مهرجان يعني عادي، إنما مهرجان دولي، ولي عظيم الشرف أن نكون أنا مشارك من ضمن الفنانين اللي حاضرين في المهرجان، وتحية كبيرة لجميع منظمين مهرجان موازين. بون، اش غنقول لك دابا حاليا شنو هو التوندونس؟ التوندونس يعني المغاربه هي كافضول، ماشي غير المغاربه، العرب بصفه عامه وحتى الغرب. شوف راه في الاخبار، ملي كتشوف الاخبار وكيكون شي خبر داز شي حاجه غريبه، انت تتقول كيبقى يقلب على الاخبار او اللي يتسناها تتعاود باش يشوف هذيك اللقطه. هي فضول، دابا فضول اللي كيروح تشوف شي، خص تكون شي حاجه اللي هي دارت غريبه، يعني شي حاجه ماشي عاديه، هي اللي تدير الطوندونس. قليل دابا بون الطوندونس كاين عاوتاني في اغاني اللي هي ناجحه، دارت ونجحت، بون الطوندونس عادي فيها، غير هو اللي كيكون بالسرعه وبانتشار كبير بواحد سميتو، هي شي حاجه اللي كتكون فريده من نوعها، شي حاجه غريبه اللي كلشي كيبغي يعرفها. بحال دابا كتكون عادي تشوف جوقه تقول مالهم، ما تتشعرش ما كاين باس شنو كاين، يعني تبغي تعرف. هذا السؤال اللي سولت انا واحد، انت جوج سولتي، ثلاثه راه وغدا هذا الشيء اللي كاين. ايوا اش غنقول لك، انا الجمهور ديالي وديال الفنان المغربي بصفه عامه كنوجه لي تحيه كبيره، وتنتمنى من الله ان جميع الفنانين المغاربه يكونوا عند حسن الظن ديالو لانه يستاهل كل خير. والا نذكروا من الناس الاولين، الاستاذ الكبير الاستاذ عبد الوهاب الدكالي، والاستاذ عبد الهادي بالخياط، الاخت نعيمه سامح، وحاليا لا جينيراسيون، وكان الناس ديال لا ما نساوش المجموعه الكبيره، ناس الغيوان، جلاله، مشاهب، سهام، يعني مجموعات كثار تقاده، يعني كاين الناس اللي ساهموا باقي الان، يعني هذيك المشاركه ديالهم او الانتشار ديالهم، النشر ديالهم للاغنيه المغربيه ما تنساش، راه باقي الان راه في يوتيوب راه كاين كلشي يعني مدون، وكلشي باقي بلي فيديو وكلشي الحمد لله، هما مشكورين عليه. ودابا كما تنقولوا المشعل للشباب الدور ديالو حتى هو غادي الصراحه قايم بدور كبير، لانه اخوان مشكورين دائما تنقولها، تحيه لهم، اللون الجديد اللي بانوا به باش وصلوا الدارجه للشرق، يعني ماشي حاجه سهله، مشكورين عليه، ونتمنى ان شاء الله المسيره تزيد وتزيد ان شاء الله.